بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الأول للتعليم المستمر، الفصل الدراسي الثالث، المادة مهارات حياتية، موضوع الدرس ترشيد استهلاك الكهرباء. معلمتكم أماني الجاي. أعزائي الطلاب والطالبات، أريد منكم الآن إحضار الكتاب. كان لدينا واجب في الحصة الماضية، أريد من الجميع الآن فتح الكتاب على صفحة 62. كان لدينا السؤال الثاني، هل ينطبق نظام تحديد السرعة مع سيارات الإسعاف؟ لماذا؟ إذن ستكون الإجابة ماذا يا أعزائي الطلاب؟ ستكون إجابتنا لا ينطبق نظام تحديد السرعة مع سيارات الإسعاف، لأن المصاب أو المريض بحاجة للوقت، لذا نجد سيارات الإسعاف تسير بسرعة عالية لإنقاذه. إذن هذه إجابة السؤال الثاني أعزائي الطلاب، أريد منكم الآن التأكد من الإجابة. إذن دعونا ننطلق ونسترجع ما تعلمناه سابقا في حصتنا الماضية يا أعزائي الطلاب. تعلمنا في حصتنا الماضية مفهوم حزام الأمان وأهميته، وذكرنا بأنه عبارة عن ماذا حزام الأمان؟ ذكرنا بأنه عبارة عن شريط صمم يا أعزائي الطلاب والطالبات ليحمي الراكب من الأذى، وكذلك تعرفنا على أهميته لأنه يساعد السائق على الثبات عند الاصطدام، وكذلك يا أعزائي الطلاب من أهميته يسهل التحكم بالمركبة، أيضا يقلل ماذا؟ يقلل الاصطدام بالأجزاء القاسية، وأيضا تعرفنا على كيفية عمل حزام الأمان وذكرنا بعض النقاط المهمة فيها. ذكرنا بأنها صمم ليكون مريحا في الحالات الطبيعية، فعند الاصطدام يا أعزائي الطلاب والطالبات يقفل على الفور ليثبت الراكب في مكانه. كذلك تعرفنا على السرعة واللوحات المرورية، وذكرنا بأن السرعة تجاوز الحد المسموح به، وهي ماذا يا عزيزي الطالب؟ وهي تمهيد للحوادث المرورية، فهي المسبب الأكبر للحوادث. كذلك تجاوز الحد الأعلى الموضح في العلامات المرورية كسر القاعدة السلامة المرورية. إذن يا أعزائي الطلاب، الآن دعونا ننتقل لدرسنا لهذا اليوم، وهو ترشيد استهلاك الكهرباء. سوف نتعرف على الوحدة الخامسة في كتابكم يا أعزائي الطلاب، ومسماها ترشيد الاستهلاك. دعونا نتعرف أيضا على أهداف الوحدة. أهداف الوحدة يا أعزائي الطلاب، يتوقع من الطالب في نهاية الوحدة أن يعرف مفهوم الترشيد والذروة. 2 يستشعر نعمة الكهرباء في حياته. 3 يقترح طرائق لترشيد الكهرباء داخل المنزل وخارجه. 4 يثمن جهود المملكة في توفير الكهرباء. 5 يفسر أسباب الاهتمام بترشيد استهلاك الكهرباء. 6 يحرص على تطبيق ترشيد الاستهلاك في حياته العملية ابتداء بالهدي النبوي. كذلك سنتعرف على بعض المفاهيم، وهي الترشيد وكذلك الذروة. ماذا سنتعلم من الدرس؟ اليوم سنتعلم يا أعزائي الطلاب والطالبات مفهوم الترشيد والذروة، ومفهوم الذروة كذلك يقصد به هنا يا أعزائي الطلاب الوقت الذي ترتفع فيه الأحمال الكهربائية إلى أعلى مستوياتها. كذلك بإذن الله في الحصة القادمة سنتعرف على طرائق ترشيد الكهرباء سواء كان داخل المنزل أو خارج المنزل، وكذلك سوف نتعرف على أسباب ترشيد استهلاك الكهرباء. الآن سنتعرف على أهداف درس ترشيد استهلاك الكهرباء. أن يوضح نعمة الكهرباء،
أن يبين مفهوم ترشيد الكهرباء. أن يستنتج الهدف من ترشيد الكهرباء. أن يناقش أوقات الذروة للأحمال الكهربائية في فصل الصيف. إذن يا أعزائي الطلاب والطالبات، ترشيد الاستهلاك. ترشيد الاستهلاك له أبواب كثيرة وعديدة، فمن هناك أعزائي الطلاب ترشيد الاستهلاك للماء، وكذلك ترشيد الاستهلاك للكهرباء، وكذلك ترشيد الاستهلاك للغذاء، وكذلك ترشيد للاستهلاك للملبس. اليوم بإذن الله سنتعرف يا أعزائي الطلاب على ترشيد استهلاك الكهرباء. فالترشيد يا أعزائي الطلاب والطالبات مطلب وضروري، ولا بد علينا من توعية أفراد الأسرة على الترشيد والاقتصاد في جميع أبواب الترشيد. فاليوم سنتطرق يا أعزائي الطلاب إلى ترشيد استهلاك الكهرباء. مثل ما تعرفنا يا أعزائي الطلاب والطالبات بأن الكهرباء نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا بها، فبالتالي هي تعتبر من ضروريات الحياة، فلا بد علينا من توعية أفراد الأسرة على عدم الإسراف في الكهرباء. فيجب علينا ماذا يا عزيزي الطالب؟ يجب علينا الحفاظ على الكهرباء، يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، وذلك من خلال الآية القرآنية التي لدينا وأمامنا: لئن شكرتم لأزيدنكم. فيجب علينا يا أعزائي الطلاب توعية جميع أفراد الأسرة بالترشيد في جميع الأبواب، وبالذات اليوم في درسنا الترشيد من خلال ماذا؟ من خلال الكهرباء. دعونا الآن يا أعزائي الطلاب والطالبات، لدينا مقطع فيديو، دعونا نشاهد ذلك المقطع، فدعونا نتخيل الحياة بلا كهرباء. قرب يا جدي، أعلمك حكاية عن الماضي، بحياتها البسيطة وعبراتها الكثيرة. كانت الشمس ترسم أوقاتنا، وبغيابها تختفي ظلالنا، لنتجمع حول موقد النار اللي كانت تنور عتمة ليالينا، ومن لهبها نشعل فانوس الزيت حتى يورينا طريق العلم والمعرفة. لليوم يا جدي حكايتنا تتمدد، نفس العبر تنعاد تتجدد، والكهرباء في مكان بعيد تتولد، وتنتقل مسافات طويلة عن طريق أبراج الجهد العالي المربوطة بالأسلاك المعدنية القوية، وتوصل محطات في كل حي من أحيانا، وتتوزع الكهرباء لكل بيت من بيوتنا، لتخدم حياتنا وتنور غرفنا، وشعلة المعرفة تنتقل من ماضينا لمستقبلنا. إذن يا أعزائي الطلاب والطالبات، لابد علينا من ترشيد أفراد الأسرة على الترشيد الكهرباء. لابد أن يكون هناك توعية، لابد أن يكون هناك تثقيف في عدم الإسراف بالكهرباء. فدعونا نتعرف الآن على ماذا يقصد بأوقات الذروة. ماذا تعني لنا أوقات الذروة؟ هي ماذا يا أعزائي الطلاب؟ هي الوقت الذي يزداد فيه الأعباء والأحمال الكهربائية في موسم الصيف. فبرأيكم يا أعزائي الطلاب، ما هو الوقت الذي يكون هو وقت الذروة؟ من الساعة كم إلى الساعة كم يا أعزائي الطلاب؟ إذن يبدأ وقت الذروة هنا يا أعزائي الطلاب من الساعة الواحدة إلى الساعة الخامسة مساء. فماذا يجب علينا هنا يا أعزائي الطلاب؟ يجب علينا هنا يا أعزائي الطلاب تأجيل جميع استخداماتنا لبعض الأجهزة الكهربائية بعد وقت الذروة إلا في للضرورة. إذن يا عزيزي الطالب والطالبة، المفهوم الذروة هنا ماذا يقصد به؟ هي وقت الذروة هي الشخص الذي يقوم، أو ربة المنزل أو أي شخص في أفراد الأسرة يقوم بزيادة الأعباء على الأحمال الكهربائية. فبالتالي تكون من متى لمتى؟ من الساعة الواحدة إلى الساعة الخامسة مساء. دعونا نشاهد هنا يا أعزائي الطلاب، لدينا موقف لاحظ هنا أبو محمد
دعونا نفتح الكتاب الآن صفحة 66. لدينا موقف أبو محمد أنه لاحظ ماذا يا أعزائي الطلاب؟ لاحظ أن فاتورة كهرباء منزله مرتفعة. لماذا يا أعزائي الطلاب برأيكم لاحظ ذلك الارتفاع في فاتورة الكهرباء؟ نتيجة قلة وعي أبنائه لأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، فاجتمع بهم أبو محمد ووجههم إلى وجوب ماذا؟ وجوب الحرص على استخدام الكهرباء. فماذا وعدهم أبو محمد؟ وعدهم بمكافأة إذا تم الاقتصاد والترشيد في الكهرباء وكذلك في استخدام الكهرباء، بحيث ماذا؟ يقومون بالتوفير من فاتورة الكهرباء القادمة. إذن قرروا بعد اجتماعهم ماذا أعزائي الطلاب؟ هنا نجد أن قرروا أفراد الأسرة بأن يكون ماذا؟ بأن يكون أحد الأبناء مسؤولا عن غلق مصابيح المنزل عند عدم الحاجة إليها نهارا أو ليلا. إذن هذه القرارات اتخذوها أفراد عائلة أبو محمد. القرار الأول طلب من أحد الأبناء أعزائي الطلاب بأن يكون مسؤول عن ماذا؟ مسؤول عن غلق أبواب، مسؤول عن غلق مصابيح المنزل سواء كانت صباحا أو مساء. كذلك ماذا طلب منهم أبو محمد بعد الاتفاق؟ طلب منهم غلق أحد الأبناء التلفاز والأجهزة الإلكترونية فور الانتهاء منها، مع مراعاة ماذا؟ عدم تشغيلها لفترات طويلة. وكذلك اتفقوا على أن يكون مسؤولية أحد الأبناء أعزائي الطلاب في غلق المصابيح والمكيفات والتوصيلات الكهربائية عند الخروج من المنزل. هذه بعض النقاط المهمة التي اتفقوا عليها عند وعيهم لترشيد الاستهلاك الكهربائي. أيضا طلب منهم أبو محمد التأكد من توفير استعمال الغسالة ومواد التنظيف، مع عدم ماذا أعزائي الطلاب؟ عدم استعمال النشاف الكهربائي لفترة طويلة، ويتم التجفيف الملابس تحت أشعة الشمس، يستبدلون ويقللون من استخدام النشاف الكهربائي بالبديل الآخر، وهو ماذا أعزائي الطلاب هنا؟ بتجفيف الملابس تحت أشعة الشمس. كذلك ماذا طلبوا منهم؟ بعد الاتفاق طلبوا منهم التنبيه على إيقاف مجفف الشعر بعد كل خطوة من خطوات التصفيف. كذلك ماذا طلب منهم يا أعزائي الطلاب؟ التقليل من استخدام الفرن الكهربائي والميكرويف واستخدام فرن الغاز للتسخين. إذن يا أعزائي الطلاب الآن نريد منكم فتح الكتاب على صفحة 66 وكتابة الفقرة الخامسة والسادسة. لديكم نصف دقيقة للكتابة. إذن هل انتهيتم من الكتاب أعزائي الطلاب؟ دعونا الآن ننتقل إلى الجزء الآخر من درسنا لهذا اليوم. إذن بعد مرور فترة من الزمن، بعد مرور شهر من الزمن والاتفاق مع أفراد عائلة أبو محمد يا أعزائي الطلاب، صدرت فاتورة الكهرباء. هل تعتقدون أعزائي الطلاب ارتفعت فاتورة الكهرباء أم انخفضت؟ بالطبع ستكون هناك فرق في انخفاض في فاتورة الكهرباء. فماذا قرر أبو محمد هنا؟ قرر بمكافأتهم والتنزه في إحدى مدننا الجميلة. إذن دعونا نفكر الآن، لدينا سؤال للتفكير. فكر بأدنى جهد وبلمسة واحدة يا عزيزي الطالب هنا تطفئ الأجهزة الكهربائية وتحقق بذلك خدمة وطنك ومصلحتك. دعونا نفكر يا أعزائي الطلاب. إذن برأيكم ستكون الإجابة ماذا يا أعزائي الطلاب؟ أحسنتم يا أعزائي الطلاب، ستكون ماذا؟ استخدام الكهرباء على قدر الحاجة وعدم الهدر يعود بالنفع للمواطن والوطن، فلا زيادة أعباء مالية ولا إسراف في الأحمال الكهربائية التي ربما تؤدي لانقطاع الكهرباء. أريد منكم الكتابة يا أعزائي الطلاب. لديكم نصف دقيقة للكتابة.
إذن انتهيتم من الكتابة؟ الآن دعونا ننتقل لصفحة الكتاب 67. تنهى الشريعة الإسلامية أعزائي الطلاب هنا عن الإسراف والتبذير، وكان قدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لنهجه إلى يوم الدين. وحياتنا اليومية يا أعزائي الطلاب مليئة بعدة أخطاء وعادات خاطئة التي تخالف ذلك، فدعونا نتأمل هذا الجدول. هناك عادات خاطئة نريد أن نضع لها بدائل، فمثلا يا عزيزي الطالب هناك مثلا بعض العادات الخاطئة التي قد يرتكب منها بعض أفراد الأسرة. مثلا قد يكون أحد أفراد الأسرة يقوم بتشغيل جهاز التلفاز ويتركه مفتوحا دون الحاجة. برأيكم يا أعزائي الطلاب ما هي الخطة البديلة لذلك لتلك العادة الخاطئة؟ إذن تشغيل التلفاز عند متابعة برنامج محدد. أيضا وهناك عادة خاطئة قد يكون هناك ترك مجفف الشعر مفتوحا أثناء تصفيف الشعر. فما هو البديل الصحيح للعادة الخاطئة؟ أحسنتم، لابد علينا من إطفاء مجفف الشعر بعد كل خطوة من خطوات تصفيف الشعر. كذلك أعزائي الطلاب من العادات الخاطئة ترك المصابيح مضاءة في النهار. إذن هناك عادات كثيرة لابد علينا أن نقوم بتوعية أفراد الأسرة على ترشيد استهلاك الكهرباء. فمثلا نجد أن بعض الأفراد يتركون المصابيح نهارا مضاءة، فما هي البديل لها يا أعزائي الطلاب؟ إذن لابد علينا هنا من إطفاء المصابيح نهارا وإضاءتها وقت الحاجة. أيضا من العادات التي تخالفنا والعادات الخاطئة ترك الأجهزة في التوصيلات الكهربائية. لابد أن يكون هناك أعزائي الطلاب بديل، فمن البدائل التي لابد أن نقوم بها نقوم بشحن الأجهزة وفصلها عن التيار الكهربائي. أيضا يا أعزائي الطلاب من العادات الخاطئة الاعتماد على الفرن الكهربائي والميكرويف، فبالتالي سيكون ماذا البديل؟ استخدامه بصورة أقل مع استخدام فرن الغاز. إذن لديكم نصف دقيقة يا أعزائي الطلاب لكتابة رقم 3 و4 و5. إذن دعونا ننتقل لصفحة 68. ترشيد استهلاك الكهرباء. برأيكم ماذا يقصد بترشيد استهلاك الكهرباء يا أعزائي الطلاب؟ ترشيد هنا ماذا يقصد به عزيز الطالب؟ يقصد به الاقتصاد، وكذلك يقصد به ماذا؟ أن نستخدم الأجهزة أقل قدر ممكن من الكهرباء فقط عند الحاجة. إذن يا عزيز الطالب ترشيد استهلاك الكهرباء يقصد به هنا يا أعزائي الطلاب استخدام أقل قدر ممكن من الكهرباء عند الحاجة. برأيكم هنا ما الهدف من ترشيد استهلاك الكهرباء؟ إذن يا عزيزي الطالب أولا الهدف من ترشيد استهلاك الكهرباء التخفيف من الأحمال الزائدة على محطات الكهرباء. قد يؤدي الأحمال الزائدة إلى ماذا يا عزيزي الطالب؟ قد يؤدي إلى انقطاع للتيار الكهرباء، فبالتالي ماذا يجب علينا؟ لابد علينا من تخفيف للأحمال الزائدة. كذلك قد يؤدي إلى إيصال التيار الكهربائي، إذا خففنا من الأحمال الزائدة عن محطات الكهرباء فنستطيع إيصال التيار الكهربائي لعدد كبير من المشتركين الجدد. أيضا كذلك من الهدف من ترشيد استهلاك الكهرباء الابتعاد عن الإسراف، وأيضا التقليل من فاتورة الكهرباء والخفض من فاتورة الكهرباء. أيضا دعونا نفكر الآن، لدينا سؤال للتفكير في صفحة 68. فكر بأكبر عدد من الفوائد التي تعود على الأفراد والمجتمع من ترشيد استهلاك الكهرباء. برأيكم ماذا ستكون الإجابة يا أعزائي الطلاب؟ أحسنتم يا أعزائي الطلاب، قد تكون الإجابة ماذا؟ توفير المادي،
كلما كان قل استهلاكنا للكهرباء يا أعزائي الطلاب كان استهلاك وفق الحاجة، فبالتالي ماذا؟ تقل تكاليف الفاتورة. كما أن المجتمع يا عزيزي الطالب يستفيد من ترشيدنا، فلا يكون هناك انقطاع متكرر للكهرباء خاصة في فصل الصيف، حيث يؤدي الانقطاع لخسائر مادية كبيرة. أريد منكم الكتابة يا أعزائي الطلاب. إذن لابد علينا من تذكير أبنائنا على ماذا؟ الاقتصاد في استهلاك الكهرباء، فهذا دليل على وعي المستهلك واهتمامه بترشيد الكهرباء. إذن يا أعزائي الطلاب، اليوم تعلمنا ترشيد استهلاك الكهرباء، فدعونا نسترجع سريعا ما تعلمناه لهذا اليوم. لدينا بعض من الأسئلة. لدينا السؤال: اختر الإجابة الصحيحة. وقت الذروة، وقت ذروة الأحمال الكهربائية في فصل الصيف، برأيكم لدينا ثلاث إجابات. إجابة واحدة صحيحة يا عزيزي الطالب، من 9 صباحا إلى 1 ظهرا، من 3 مساء إلى منتصف الليل، من 1 ظهرا إلى 5 مساء. إذن برأيكم ما هي الإجابة يا أعزائي الطلاب؟ أحسنتم، الإجابة ستكون ماذا؟ من 1 ظهرا إلى 5 مساء. لدينا سؤال آخر: صل العمود ألف بما يناسبه من العمود باء. لدينا العبارة الأولى: إطفاء مجفف الشعر بعد كل خطوة من خطوات التصفيف. برأيكم أين الإجابة الصحيحة في العمود باء يا أعزائي الطلاب؟ أحسنتم يا أعزائي الطلاب، ستكون عادة إيجابية. بينما ترشيد استهلاك الكهرباء يا أعزائي الطلاب ستكون إجابة من العمود باء. أحسنتم، استخدام أقل قدر منها عند الحاجة. كذلك ستكون إجابتنا لاستخدامنا لأقل جهد من الكهرباء ماذا؟ أحسنتم، دليل على الوعي المجتمعي. لدينا سؤال آخر: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة. من العادات الخاطئة تشغيل التلفاز وتركه مفتوحا دون الحاجة. برأيكم أعزائي الطلاب؟ إجابة أحسنتم صحيحة. بينما العبارة الأخرى يا أعزائي الطلاب: من أهداف ترشيد الكهرباء التقليل من الفاتورة. أحسنتم يا أعزائي الطلاب، إجابتنا صحيحة. العبارة الأخيرة: استخدامنا للكهرباء في غير حاجة هدر وتبذير. إذن ستكون الإجابة أحسنتم صحيحة. أريد منكم الآن فتح الكتاب صفحة 71، وضع إشارة عند السؤال الأول. الواجب السؤال الأول صفحة 71 يا أعزائي الطلاب. إذن يا أعزائي الطلاب والطالبات، بهكذا انتهينا من درسنا لهذا اليوم. دمتم بود، بحفظ الله.